السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم سمك مقلي، ممكن كمان نعمله في الاخر صينية. السمك هنغسلاه ومنضفه حلو، هو سمك معرفش والله اسمه زي العادة. وعصر عليه ليمونتين وشوية ملح صغيرين عشان اي ريحة وحشة منه بتطلع. وهنا معانا في البولة هنا توم مهروس وملح فلفل بهارات كمون، الكمون حبيب السمك. والدقيق هعمله بدقيق بس من غير اي حاجة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس واستنونا. وبعد كده هنعملهم مع بعض كده. لو عندكم رون شطة حلرة يا ريت تبقى حلوة، او فلفل الوان او اخضر. وبعدين واحدة بقى واحدة بنسمي كده، وطبعا الليمونة اللي بعصره في الاخر. التوم اللي انا بستعمله النهاردة انا مخزناه من السنة اللي فاتت، السنة دي ما اشتريتش طول. الحاجة اللي في الفريزر بتنفع، يعني انا صينية البطاطس عاملاها بطماطم عادية جدا حطاها في التلاجة، والخلاط كان عندي فيه مشكلة حطيتها سبتها تسيح خالص، التلج اللي فيها يسيح. وبعدين حطيتها من غير معصورها ومن غير اي حاجة. ونفعت معانا ما شاء الله. انا الوقت المقلية على النار، حط فيها الزيت يسخن، هجيب الدقيق وهرجع لكم تاني. الدقيق اهو من غير اي حاجه زي ما انا قلت لكم. من غير اي حاجه وهنحط السمك. لو حسيت ان كتير نشيلها منه. والزيت يكون سخن. هحطهم في الزيت على طول وهرجع لكم تاني. وزي ما قلت لكم الزيت يكون سخن بس النار مش عالية قوي. النار مش عالية علشان السمك يستوى، عشان ممكن ياخد لون السمك من غير ما يستوى.
زي ما قلت لكم ان الزيت يكون سخن والنار هكمل بقية السمك وارجع لكم تاني.